سبحانه وتعالى مهد سكناتي أولا وآخرا بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحن آدي آد أغم بحضنينا دادك ماشاكا سوى مارتكا سوى حاضرين دادك مرتدى كورن نوغي مادين وككوينهين علماء يسياسيين دادك لو مارتين مرتي شرفه إلهي سبحانه وتعالى هاني بركة يسوى دوادا مغالا عب سمد كسوى دوادا وحنك لو مهد قونو سوى علينا دادك ري عب سمد رق إيا الدمر بو ورنتي آدي آد ودياريين حفلتا وقت بضان نسيين ورنتي حيسب بضان نكو هيسي أنت أصبح برين السوائين رنتي آدي آد بأم حسنتهين إلهي سبحانه وتعالى هنيك أجر سيو إلهي سبحانه وتعالى عمل كاقبان يسين عمل إلهي لو قد واد إلهي سبحانه وتعالى هكذا قوبي هاي إلهي هنيك أقبله إلهي قرآن كل إن سعيكم لشتى أعماشا قبان يسين ويكال دوينهين ويكال دوين تاي إلهي سبحانه وتعالى خبر ينا سعيا مشكورا وتجارة لن تور لها كده سبحانه وتعالى وحاكو لهم هاد قونو علنينا هاوين وحاجر النقائي مادين نقالي مادين مقالة قارس ورنتي هدونا عندي بك شيء دونو رنتي دين تانا قربوين كاقب غاتين خاصة مسابقة قرآن كبلان بلا لغو قبنا اي هاوين تي هاوين كي صفت وحاين مسابقة دعضو يعني اللي جوغان او قارس كسخو بحاين هدو ما شيء دونا ان شاء الله اركان لغو وقت كفا ايدي سنينو ما أنت مناسبة أسكوب ما نبحاوايو حفلة أو كوس عبسن تحفيد كا عبسمد ومارت الحير عايو يعني أسكوب ما نيجي مركب مناسبة ده نقول قلنا وعنكم بالله إن شاء الله القرآن الكريم كا ونو آخرين دونه الأخ عباس آدم جدي فليتفضل مشكورا من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء. قرآنك أسكحر حرين هاي مال حاجة تلو استاي كرين عنق اللوغة قاعدة كرين معنا أسكحرا رك أسكرها هذا إن شاء الله وحاك له ونؤيرين إن شاء الله ونو أخرين دونه كتاب ير ونظمي عمر موغو عبدي تعجل إن شاء الله صارخصو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظم النائل من بيان المكي والمدني نظمه إبراهيم بن عمر النائل يقول إبراهيم وهو النائل الحمد لله المهيمن العلي ثم الصلاة كالجمان عقد على النبي المصطفى وبعد المدني من سور القرآن عدته 20 مع 8 فالبقرة مع آل عمران سمت ثم النساء المائدة قد رتبت الأنفال والتوبة والرعد ثبت والحج والنور والأحزاب أتت محمد والفتح يا إخوان والحجرات بعد والرحمن مع الحديد ثم 9 قتلت وهي جميع جزء قد سمع جلت الإنسان والبينة الزلزلة والنصر تم عدها يا إخوة وغير ما ذكرته مكي في المصحف الشريف يا ذكي نظمتها في مسجد الرسول فمن يا رحمن بالقبول. ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء نكاس أردد حكمي دا مالونا مسابقة قلن وحنو وحكتا إن شاء الله مجموعة مثل قروب مثل كوح وآخرين دونتو كتاب كليرا تحفة الأطفال هصور أخصان إن شاء الله وغنى ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة
والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا آلف اللينات لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضباب إخفاء ندغم وإظهار فقاض فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واوين وفاء تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي كيو أردد واسوكو كوملي قابل وانك تقني وحانو دنبايا ونقول آخر دونه مثل الجزرية يحيى آدم علي يحيى آدم فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي يحيى آدم علي أريد أن أقرأ منظومة المقدمة للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف رحمه الله تعالى باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو ما شاء الله بارك الله فيك نقع كتابه أخرى لأي اللي رحمة الجزرية وقصة أبساً قرآن كتجويد كي سوايو adimku akhrinayeen dadnu iska dhigaysanayeen ruuxan wax kaloo waan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallinka meeshan maxamed yow unugaas wuxuu ku akhrinayay kitabka caadiga taa akhrinayay wuxuu ilaalinayay makhaarijta uu ilaalinayay kul culimadu way garanayeen jazakum allah khalza waxaan soo gaarnay ardada intaas ay nooga dhantahay waqtigi waxaan soo gaarnay aan dadka hadalku wareejinay duqeyda iyo duuyufta joogan waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa ruuxi hadlaayo qasadka kale ina taabato sifadanta aan u gaarno dad safar u socda jira dad maarta iska xanuunsan ba jira waqtigan hadisaanka laga soo dahanay aad ha loo ilaaliyo waxaan kale aan ramin iska ilaalin si alabo mahma fara badan yaa galin waqtigu ma hayno naga insha Allah raali hada waxaan soo dhaweynayaa duqal yar ah ahmed daahir oo chairman ka magaalada ah oo u hadli doona qaryada
سيد عليك صوت ديار سدان فلتفضل مشكورة مأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنسود وين يا إلهي بأم هذا لورت إلهي بأم هذا يشكر إسكاله أنا وسكو إيماني حلفدن مدرسة تحفيظ القرآن كه حنسود وين يا مرتدى شرفت له نو ما تجارس مرتدى شرفت له نو ما تي ينسود وين يا سود وهذا وأنا هتنتي إن شاء نو ما تين ولا ليال arintan hadda aan isku iimaanay waa arin diin yaan isku iimaanay arin diin ah waa arin ta ugu wanaagsan adduunyada arinta ugu wanaagsan weeyaan ilaahay baa mahadle waxa jirta xalfadan waxay ku saabsan tahay taxfiidka quraanka abd samad inaan isku iimaanay waxa jirta in waqti hadda yar dhow aan soo dhaafnay in imtixaan laga qaaday ilmaha balanbala quotation balanbala ayaa dhan in la soo qaaday imtixaan la isku geeyay balanbala waxa jirta inay abdisamad number one ay noqoto soo warkay ugu soo gaaraya ilaahay baa mahadle إلهي بقى مهضل مركا وحان ربنا رادانا إيري عبد سمد دين تا وحكا في عن أو لغن ولان مجيرو نمان كا مدحل إنو إمادين إن أي نوحو جيان أنقا والدين تا إيو معلمين تا أيوغو مهاتسان ماشا علمها جارسيين إيو والدين تا لينو كوكبان ayagoo mahadsan waxaan rabaa diintii inaan haddana kor u sii qaadno aan xoojino oo aan dadaalkeeda sii kordhino tan kale waxaan ka codsanaynaa dowladda noo imaatay iyo madaxda noo imaatay waxyaala oo ku saabsan madarsada ama taxfiidka yaan u baahannahay xoogaa inay gacan naga qabtaan waan u baahannahay waxaa jirtay hadda waqti hore oo sanadka hore iyo sanadka oo soo dhaafnay in laba sano ama saddex sano soo dhaafnay inaan codsanay qololka oo maartay madarsada iyo masaajidka lagu wado ilaahay nooma nasiibin ilaa hadda noomay suurtagelin haddana hawadii ma dhigayno ilaa diinta baaba kor u soo kacdo waaman weynaano marka hadda ayada ahayd waxbaba maan ahayn waan hooseyno bilbilow bay ahayd maadaama hadda meesha aan gaarnay waxaan haddana codsanaynaa meesha qur-aanka caruurta ay ku akhrisanayse waxaan rabnaa in soolaa naloo saaro habeenka ay ku akhristaan ilaa arrintii masaajidka iyo madarsada unbaan iyo taxfiidka unbaan ku jirnaa ajandahaas kama baxayno marka waxaan rabnaa in soolaa naloo saaro qolalkaas dee wax naloogu dari karo naloogu daro waa ajandaha u horeeyo kan labaad waxaan rabnaa taangi ma qabno biyo lagu kaydiyo hadda biyihii meeshan xalfadda lagu suubinayo meel aan ku shubanaan weynay markaa bac baan u dhiganno wax ku dhudhuurna haddii naloo yeeli karo waxaan rabnaa in haan biyaha aan ku kaydsan hataa weysadii waan la'na biyaha haddaan gaari beelo u yeerano noo imaado meel uu noogu shubi malaho haamahaasna in naloo keeno oo diinta lagu xoogeeyo waan rabnaa intaas waa inta ku saabsan meeshan madarsada iyo masaajidka waxa yar kolkaan saa kor u yar baxo arrintan biyaha anoo haddana ka hadlaayo magaaladan biyo ma qabto biyaha aada noo dhibaayaan mashiintii toobaan qabnay way naga halowda tu yaroo haama dhaansi kelibaa meeshan ayaan ku haysanaa ber horo tubaa naloo qado dowladda inoo qoday waa la daboolay weli hadda biyo kamaana cabin arrinta biyaha oo magaalada eegaa magaalada maxaa yeelay meel aan biyo lahayn laguma noolaanayo wax ku soconayna ma jiro waxaan rabnaa in naloo iyadana biyaha xaggooda nalaga saacideeyo oo codsi ah wixii la geli karo intaasaa hadda aniga ayaan kaga baxayaa
biyaha mashiinta ay magaalada ka cabeysay magaaladana way weynaatay guriga carruurta ku akhrisanayo soolar nalo saaro taangiyo biyo oo nalo dhigo oo haddii la heli karo aada iyo aada weliba maxaa yeelay waxan waa wax diineed ajir iyo waxa uun laga heli wax fiican oo adduun iyo aakharaba ah wadaadaha maanta ilaahay u xugmay inaan lambawaan ku qaadanno balanbala ayagana way mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyo ilmahana allah ha baari nooga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada martida gaarsa waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kaloo soo dhaweynaynaa annagoo waqti aad u ilaalinayno masee aadan geedi soo dhawo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إلهي بما هذا سكال سبحانه وتعالى نسوك المي وحكا الله سكو ماني مانين انت نحملين على حفلة دن الدين تكون صعب سنبس كو ماتي ما هذا حنو علنا هي أمركا ولماذا قارس نوغي ماتي iyo dadka madaxda ee gaarsan ugu imaaday kulli siyaasiyinta duqeyda dadweynaha dhamaantii dadkan wuxuu ahaa arrin ka soo qeylayaan maartii mahad weynahaya arrin lagu farxo oo la isku imaado oo dambidhaaf laga helo arrinta ugu weyn tan aan arkaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sidaan meeshan ugu kulanay waadiga raxmaad inuu ilaahay lagu kulmiyo oo dambigana ilaahay u dhaafo intaa bacdigeed hadalkayga anigu iska gaaban yahay maxaa yeelay waxaan la hadli lahay maanta waxaa la yidhahaa farxad farxad maxaa yeelay meeshan waxaan malaynay waxaan degnay 2007 yaa la degay waa meel carad inaan degnay ilmihii dhasheen 2007 ka dambeeyey waaye waa hadda maanta qur-aanka loo fadhiya xalfadooda loo fadhiya maanta intaasaa ilaahay maarta aan maadooga sheeganayna ilaahay baa maadiska subxaanahu wa tacaala na waafijiyey qur-aanka nagu hanuuniyey kurayda hadda xalfadda loo dhigahay maanta ani mid baan ku lahaa wuxuu akhrisanahay iskuul iyo wuxuu akhrisanahay dugsi intaan muxuu ahayd taxfiid aan la qorin aan la fasirin markuu macalinka dugsiga ku rirabaya ma markaan meeshaas imbir ku ciyaar jiray alxamdulilah markii meeshan la sameeyey waan soo bixiyey iskuulka waan ka soo bixiyey waxaan soo geliyey muxuu ahaa taxfiidkii haddana maanta nimankaas maanta ilaah yidhaaho maanta la sawirtinahayu ka mid noqo ilaah iga dhiga ilaahay baan mahad celinaa subxaanahu watacaala waxaa iga dardaaran ahoo intaas inta waa maad waxa iga dardaaranne falyatanaafas ilmutanaafisuun arrinta in lagu tartamo nin kastoo ilma uu maartay dhalo ilma dugsi ugu jiro ama ilma diin kale hawa qabow arrinta in lagu tartamo sidii ilmaha iyaga diinta kugu xifsin lahaayeen aad ku talagasho sidaasaana iyo maartay aan maartay ku boorinahayaa hadalkayga intaas ku yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu masiga uu mahadsan yahay waxaa kaloo kelimad aan sii rabaa insha allah مديرك تحفيدك الاخ محمد يونس سؤاله ان شاء الله جزاك الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذات كان مرتده قيمه بدن مشى كتابك الله سبحانه وتعالى لغما موسى اسكو يمد soo dhawaada marhaban bikum martidan gaarisay inooga timid wasiirada ciisa ooyow ciisa yarow maxamed yarow arays faarax macow maxamed yarow rag badan oo kale oo hadda ayagana taagan oo siyaasad u taagan ismaaciil jaba iyo dad badan oo akhyaaro inuu yimaadeen soo dhawaada waxaan kaloo aan si gaar ah u soo dhaweynayaa culimada uu doktorka hoggaaminayo Sheikh Cabdiraxmaan Wardheere Sheikh Cabdiwahaab Duwane Sheikh Ibrahim Ciisa iyo rag badan oo aan tirin karinba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran waxaa kaloo inoo marti ayagana noo yimaadeen dumar gaarisa ka yimaadeen ayagana xafladan ka soo qayb galeen ayagana soo dhawaada soo dhawaada intaa kadib waxaan u malayn madarasada maanta waqtiga la xiray ay ahayd
arda baxaysa oo qalin jibinaysa oo la rabay in loo sameeyo in maamuus loo sameeyo oo waxa weey la sugootiyo madrasada waqtiga ay furan tahay waa muddo 2 sano ah bifadli illahi wa mannihi maanta arda shahaada qaadanaysa oo 2 arday ba baxaysa oo hadda ka tagaysa maanta ardada imtixaanka mushaarakeysa ama madrasada dhigata waa 104 cunug ila 102 ikhtibaarka sameysay ama imtixaanka sameysay arin codsi gaar ahaan oo dadka madaxda aan ka codsanayno hadayna duq axmed ku dhawaaqay wax hadal oo kale weyn ma sii qabo yaan mar labaad anna ku celin lahaa markaska waa 3 qol ee xagga ku dhisan waxaana dhisay ciisa dhuubo oo waa dhisay jazaahullahu khayran ilaahi subxaanahu wa ta'aala fi miizaan hasanati allah u yeelo waxa kale asagana mahadcelin naga mudan oo asagana qayb ka oo lacagteeda bar ka bixiya ninan hadda nala joogin majadaqo asagana dadka gacanta ku haya madrasada qayb ka bixiyo kamid yahay asag iyo ciisa oo marka si gaar ah aad bay madrasada waalid oo yihiin 3 qol meesha ku dhisan waayo qol xafiisa iyo 2 fasal waxaan u baahanay inaan fasal kale aan ku darsano oo ardayda aan qayb waxa weeyo aan ardayda iska kala yareyno wasiirka ayaa inoo dhisay jazaahullahu khayran waa qolka kale waxa weeyo hoostana ka moorka ka korna ka dhisan inta markan ka soo gudbo waxaan codsanaynaa si gaar ah inaad u codsanaynaa madrasada layd maqabto waa layd la'aan dadkan xamalatul quraanka kitaabka ilaahay diyaariyaan waxay quraanku diyaariyaan bay habeenki waayaan mararka qaar toosh bay haysanayaan quraanku akhriyaan dhibaatadan ugu badan bay markasta aan ka fikiro oo aad noo rafaadisay kamid tahay sola haddii meeshan hadda layd hala keena lama dhaayo haddii layd bab kama dhawo laakiin solada iska raqiis oo iska yar soladan waa weyn ee faanankana kicinaysa sida tan ee masaajidka ku xiran oo kale qolalkana u qaybin karta laydadkeeda la wareegelin karo taas aan codsanayna waxaan kaloo si gaar ahneed u codsanayna biyalaan ba meeshan aad noo rafaadisa marka la aqimaayo iyo waxay u biyadeeyaan hadii biyahana maxaa weeye qof kasta ma mashiin gurigiisa oo ma hor surno ardaygan 2 arday haday xaafad la tagto xaafadan ay weysu doonato ku 3 oo ma doonan karo waa inay xaafadahooda kala aadaan oo kabta weysa loo kala doonto oo marka qaar ay salaada ka tagto waxaan codsan lahayn taangi weyn oo aan buuxsano biyo ku shubano asagana inaloo godo naloo dhigaan aad u codsanayna intaasun baan hadalka wax hadal inta ka sii badan ma qaba waqtiga aad u yar jazaakum allah khayran soo dhawaada martidan dadkan eeriyada cabsamad ka wali yimaaday meelaha fog barkood ka yimaadeen iyo dadkan akhyaarta culimada iyo dadkan kale siyaasiyiintaba jazaakum allah khayran wa ahsana allah ilaykum saadina soo sharafteen aduna soo ajibteen ilaahi subhanahu wa ta'ala hanu barakeeyo wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam jazaakum khayran mudirka aad buu maasan yahay haddana waxaan ku wareejinayaa insha Allah ta'ala jamaanka da'wada Sheekh Cabdi Qadir Ishaaq falyi tafaddal mashkuran alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wa salamu ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walaaliyal allah mahad subhanahu wa ta'ala ilaahi maad nagu kulmiyay meeshan anagoo muslimiin ila iimaan nagu taray ma Musa in kitabkiisa Qur'aanka subhanahu wa ta'ala baad alhamdulillah subhanahu wa ta'ala waxaan mahad u celinaya marti sharafka qaybeeda kala duwan wasiirada countyda wasiir xiis oo yow xiis yarow musharaxa kursiga baarlamaanka maxamed ilaa wareys MCA hore inuu jiray meesha faramacu inta aad hamidaysi u socoto qaybeeda kala duwan ee MCA rabaan waxaan leenahay soo dhawaada waxa kale oo maad gaar u celinaya culimada diinka oo ugu weeyahay doktor Cabdullaahi Cabdiraxmaan Waqdheere sheekh aanay Cali Khayr Laasiyo sheekh Ibraahim Ciisa sheekh Abdullaah Duwane culimada fara badan aqraantayda sheekh Umar Xareed culimada badan oo ilaahay diinta baray subxaanahu wa ta'aala baan la joogtaa waxaan leenahay soo dhawaada
gaar kusoo saan gudbaal gacabsan kusoo dhawaada waa meel aad ka jecel yahay waa meel dadka aad u fiican yahay dadka aad ummad u xitraamta weeyo marka waxaan leenahay kusoo dhawaada waxaan golomaad ballaaran u celinayaa waalidiinta ilmaha dhaleen runtii waqti aad u dhibaato badan aad u culus yaa ilmahan ka samreen oo meesha ka keeneen oo dantooda ay u baajiyeen ayaan allah barakeeyay caruurta naftooda waxaan idin leenahay mabruuk allah idin barakeeyo waxaan golomaad kaas u celinayaa mudurka markeeska maxamed yuunus iyo sheekh la shaqeeye waxaan ku iraahday cumar akhay walaalkay cumar waadadaas khayrlaas yaa allah barakeeyo waxaan leenahay waad mahadsantihiin ikhwaani soo dhawaada allah idin barakeeyo runta waxaan u maleeyay waxa meesha maanta isku imaanay waa kitaabka ilaahay maamuuskiisa nabi calayhi salaam wuxuu leeyahay man axsana ilaykum macruufan fakaafi'uuhu runta waxaan u maleeyay in meeshaad markii lasoo degay ilaanta dhacdoodaadta in badan baa baahi dacwad u qobnay horta buuladan cabsan horta nafteeda khayr la siiye deegaan ahaan duulayn waa ugu dambeysay xagga horumarka dhaqaaqana aada bay ugu fiicantay sababta waxaa keenay dadka deganaa ee dadka kale la joogay baa inay isqabsadeen iyo aada ugu fikireen runtii dadkeen ehelka meeshan dego hadda inta hadda meesha madaqay meesha degto dadka waxaan ku jirnaa ugu fiican bal horta xagga caqiyada kama halaabsanino dad ahlu tawxiid baa nahay marka la yidhaahdo aan diinta wax u qabanana dadka ugu fiican baan ku jirnaa dadka waxay haystaan meesha degan geel baa ugu weyn markaa dacwo aad ugu imaato aad tiraa dacwaan waxa uu rabaa ee waxaa bixiya runta ma cabsanayaan dadka ugu xabbixis badan wey waad xasuustaan masaajidkan markaan saa u degnay beli yaroo aan badnay maaqa koos tugonaynay kadib ka maana aasaasnay muddo yar gudahood baan ku arusnay 300 wax aan marnaa loo tagnay 500 kun buu ku taray shaabna ciisaa la booday lacag uu ku kordhiyey ka maa dhag la sii hadda waxaan maana soo raadana waxaan tahay fidaan dhisanno 300 kun baa la ururiyay hadda inta laga ururiyay walaalkay ciise khayr la siiye runtii aad iyo aad buu diintii dacwadeeda iyo garab noogu siiyey waan xasuustaa 3 duqeyb baa magaalada noogu maatay waxaan ciisaan aadaynaa taxfiid baan rabnaa nagaan aan isracnay walaalkay cumar ziyaad toqon arkay macalinahayow iyo adeerkay cabdimudo baan ahayn aan maleyn ciisaan xafiis ugu tagnay waxaan idhi maxaa rabtiin dadka demoogtahay madaxda waxaa lagu rafaadiyay shaqa isi iyo fiis iga bixiyo nin baad arwa leegi sheekeynaya wuxuu yidhi hooyadu soo booqday yiri guri sare kontan buu ku jiraa banaanka fariisto yiri egaas wuxuu yidhi adaan waxaad doonaysiin haddaa weli uu musalaamin raa saacada maxaad doonaysaan ana maanta shaqaan leeyahay meel baan u socdaay anigu maxaad doonaysiin saahiri buu yidhi waraana adi kuuma socdee hooyadaa baan aas ku naqaanaa abhaay bay qaraabo yihiin maamadaxanuun ku maqlay maamadan soo boqon lahaa markaasoo jeeray buu rishab isu yiri ana markaa waxaan nidhi runtan iyo diinta islaamka nin loo dambay u tahay war maxaad doonaysayn waay taxfiid baa rabnaa 300 kun ma haysanaa baan nihi xuli dukaanka tago oo lacagtu dhiibaanaa ku dariy 600 kun buu ku kordhiyey khayr laasi inama alacmaalu binniyaat acmaasha waxaa lagu kala tegay niyada khayr laasi allah barakay iyo miisanka allah ugu kordhiyey runtii isla markii waa noo dhisay rafaad kadib taxfiidka marka la dhistay kadib 6 bilood buu xirnaa haddana macalinka haddana geeritaankiisi yaa nagu ku rafaan zaid annaga demoogta waa naqaanaayo macalin taya leh oo ummadda wax gaarsiin kara deenitaankiisi yaa nagu rafaadnay loo demoogta magaalada joogta markii la yiraahdo hal la gato dib weyn waxa jiray suuq mugu daaqo yaa dhin hal la gado markasa markii suuq laga bixiyo soo laamay suuq waxa la gaarsiin waay marka anaga magaalada waxa ku haysano meeshan inaan ku inaan maana aad bay wadagtay nin baa la hadli diyaar banu ku leeyahay markuu habeenkii soo fikiro saadex ku dhimaayana meesha ma yeeli kari marka ninkan walaalkay khayr la siiye ana macalin baan u soo dhahaa marka aad banu ixtiraamay ninkan horta waa nin barakaysan horta wuxuu ku barakaysan yahay ninkan hooyadii waa shariif hadda soo ogaada lama aqaanina maogta ninkan waxaa la shariifow maxamed inkasoo aabihiin uu barakaysan yahay awlihii hore uu ku dhashay wadaban ee qaala ugu yar uu ka dhashay xagga hooyadu ka barakeysan yahay maxaa hooyadu waa shariif
ويقول أبتيجي وأنا رخي واس بريس وانس بريس النحقة نينك موجوا ها نينك وحول وحال نينك أصلاً شريف يقول بيها شريف أبتيجي يا أبتيجي لحم وعلي حور نينكاس هليه ده شريف شريف وشرف شريف وشرف مو مركا شريف غير لازية مقالة واحدة رتنات أني مقالة أتبع نقول لك لا هي رنت كم موجوا إنه مقيا هي موجي مركو جوا أنت وقها لاون كان كان كارو هانا يستا حوا جعلك دعوة أنا ويراتي أنا وحبرنه كأفلحنه يا نوير إخواني مركز شيء غير لاسيو أنت وياي كفتن أنا وهم جعلهاي فنتو حنقول لي بنا مقص يومين لقى سعره هذا سواء نهر تاني لا مرة هاي مسح عشان يتوجد أنا مرة هاي أنت ولا مرة هاي وهذا اللي بني بحافية دي إنه ماشك بعنات أنت قال إن كل سنة قرقو حفظين ما نشاء الله قادنا هات عروتنا مخارج دوري يدين سيربية دي يا سلوب تو الله يا بس يوصل صاره مرك هذا عن ماشة كأنه محلقة جوا لا بس أنا كذي وهاي وحيل خلاص وحيل لقبته مرود الله يا مرك الله بركة يا عمري سال الله حفظيه عرضنا الله الله حفظيه حوا حنوب وشكتا إنك أودع الله إنك الله حفظي حوا حنوب وقبا حنوب الله كقادة حنوب الله كقادة إخواني أنت ما دو ما زين تغير لنا سيو ما عنده حنوب ولا يدود فرب هذا يدود دبلان كفتميو مرك عن صوقة دكت كمان تبيه فرحين هذا هو عنكوير الرياية فرح ما أنت رتب حلقة ودام عنكوير وزير قام ما رأي ما سأل أدوج إيش نسوي إنسان مس حواش حاد بسوي إنسان مس كتاب بقران قدر جين إنسان إخواني سفر محمد صلى الله عليه وسلم وماشي ما أنت أنت نسكو ماني وكتاب بقران بسون عروت أس ماشي برا برا نيسو ماشي نكون مسؤول سن إن أي مورال هلان أو قران جديد تجعل هذان دقيقة نانكو قرب يستأجنو فرندي إذا حالي وحب النروبي أنت أنا ما تضبنه قال دنا دون لهنا ساق وصورتي أنت معيدنا ينون نينك ما أنت دي أصوك عي هذا ما أنت على واركه وسياسة رفاي قرآن شو ركيز قصارك وسوني وهذا تبو نينك كتاب لا درجة دي أصوك عنا أجر وين مو مشكلة كلام نايا إنما الأعماله بالنيات إخواني الله يبارك يا عزيزنا كسر دوا هذا وعاد يا دول وأود عينا وأو فرزنا ناي فرنت ما يشمل ربع قطر بعد على ذلك سيب بدينهين مرو حاجرتي توم برجود هذا أو مقالة كل عرجل، فرنت الله، تمام الجودة هذا وحل ما ماشي يسال واي، ذاك المركز عشان يقولوا برا ذيكين، المهم ماشكو علينا ين، معلن قال لك عاجزنا، أبارتو دو قرأ عد يعني عد وصمري، الله يدم بركاي، أجر الله زيادةيو، عروت وصو صارتني مش معلمين تا، الله يدم بركاي مرتين صدق وهذا وقت يعطوا كل يوم يقوم سدرانا يا، وهذا ما سنتهين كل يبهد ده الشيء عينه، أنا عيسى وانا غني مكت، نكلا كدرنا ما نتجوا عيسى يروح على سليده. إن بدن وانسى شقينا هذا وانك ترى تانا هني هاي اللي يمانيا معنا وانك وذا عيسى وكاينا إن بدن باني سلا شقينا وبيجا هسوا هذا وش غيرت مال كسر سلا حنا نينك وانين أدو جعلوا عيسى وكاين كرونت موقت تقف كنت برد ما كسر كتاعنا يموت إن بدن مدعوة نلا شقي ومال ما نلا سلا حنا وانين حاجة قا قابضة يوح قورك أدو في عباس النفتيس وعقل الله نفسي بريان صوب بيري حايد وعارس نفسي ومركي ولا خير إيش يا كبو ولا أنا هرت حقيقة سأنا وجوابي مركا أنت ما طلع شيء حمل لو ما قال قربنا يا مولين إنك استوى دكتي ما يصير دكانة يا بالعك عفزيني نهرت وحبيه يصير لي هذا نك استوى صدع ما يشكون صدع وراح ما هو بانتهى وعن سرابة إيه قبل يدقي ذليين قيل مياته برويت ما يصير معنى ما نور روني سقال هرتي لو عادين الدواء نفاري يلا صدقون نين حوسك وادي موسك دقي بعد ما قال هدوعي أنا هذا بيشن بيش هذي بيش أعرفه. سأقول بالعقل قرين. العقل اللي يرمنه سكون تساور رسو لما يلا سمع ربعه دنيا يلا ما قدرين. أنا ماشي محل لبين بريا. طالك يلوه مغنابه. وحنا كلا أمرين العقل بقول يا لا العقل لا بقول أكون. يا ماشي كقبل. سدين نفوا جيله. أرسل ضار عفرت النفه. العقل كاشه. طالك مرك أهل كان. أهل كان عزيز اسمه. مرك الله ينبركيو. سود هذا وبالله التوفيق السلام عليكم الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ضدك مرتدى يمارتا والدينتا أرديدا عن نكو سلاما يا سلامت الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي كل يدد بضمب ماشي يا سويسا وفديا مشايخ باجوكتا وزير دي باجوغان دولة دي باجوغتا مركا وحكلو عنكو سيهاد لاي مالها ماشا ومدرسة دي ان اوين
sanadkii hore ardada ka baxeen ee xaflada aragta ku sameeyney xafladda umba hadana maanta la maamusaya nabigaana salaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allamahu quraanka ilaahay horta waa kitaabkaas nooriyaal arkaysan kitaabaha kaliya la leeyahay muslimiinta kitaabahan quraanka kaliya yaa bal ilaahay 14,000 ku qoran madarsa kasta markay wax rabto waa inay magaalada soo aado kitaaba loo raadi 14,000 ku qoran marka waxa weeye kitaabka quraanka inaan weynayna waa oo kitaabaha quraanka nin kasta uba aad ku tala gasho inaad intaas oo kartoona aad keenin karto madaris kastaana aad dhigi karto sidaad ogsoon tihiin waxa fooda nagu soo haysa nagu soo haya bishii barakeysanayd ramadaan mid ugu hore dadka muslimiinta waa inay iscaafiyaan hawl baa noo taala quraanka ilaahay baan kor taaganahay maanta meel kasta aan uga imaanay hoosha inaan fulinno waay ilaahay cabsidiisa hadii la helo xusnul khuluqna la helo jannada banaanka iska taala kulli wadaadaha ama sheekha qumaati doktorka noosi babaayamin doona nin kasta oo muslim waxaa laga rabaa ramadaankaas albaabaha jannadana la furahayo naartana la xirahayo nin walba inuu ka faa'iisto hadday sadaqa tahay haddaad maal bixin leh marka midaas waa inaan ku dadaalo walaalayaal kitaabkan quraanka waxaan u maleeyn sanadkii hore waa kan meeshan kuna maan muusnay asagoo maartahay sharafta sidan u leh anaga dadka culimada hadaan nahay diinta islaamka ninkii maartahay wax u qabto aad baan oo la soconaa kan kale naftiisana waa un maarto aan la soconaa laakiin ninkaasna aad baa loo la socdaa madarsooyinka way fara badan yihiin gaaris bay ka bateen banaankan ay u soo baxeen hadda waxaan joognaa madarsadan magacaas le meesha taxfiidul quraan wa tarbiya magacaas maxaa weeye madarsada alfurqaan baan joognaa maanta waxa la sheegana waxba siisa uma taraayo ducadana ninkii iska le unbaa iska leh haddaa maanta anigaan xoolo bixiyo ninkaas unbaa iska leh madaaristan waa ogtihiin sidii aan ku soo bilownay intii hadda sanadyahan aan maartahay ku soo jirno countigan ay socotay wasiirada aad sheegaysiin maalan ciise dhowow kheyro laha siiyo ee ciise maartahay uu kaahin iyo dadkan kalanbo kalaba waa la joogaa madarsada tii dharaar horena waxay ahayd shimbireeyo calaacalkeeda wuxuu ahaa in galaasya lagu kordhiyo meel orrax baa la iska fafadhiyey masaajidkana waan ku khudbayno masaajidkaasina loogu khudbaynayay madarsada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama annaga aan ka mid nahay oo hadda laba sheego dadkii masaajidkan bilaabay iyo dadkii dhisay inaan ka mid ahayn shimbirey sidaas oo kale saanguur sidaas oo kale lago sidaas oo kale aan masaajidyahaba dhisayno waxaa fiican madarsadan hadda saddexda galaas ee la sheegay ee ay uu sheegay sheekha kheyr allah siiyo intan baa maanta ku soo kulanta u imaatay intan wasiirka kheyr allah siiyo iyo dadkii intii ay ku dareen intaasay goysay marka maantana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuuna isu soo bixiyaan dadkan maaragtay musharaxiinta ahayadana wasiirkaana oo jooga kheyr allah siiyo ahaada asaga gacanta kamaba cabsanaya khayraadka faraha badanna bisha ramadaan markaad bixiso ajirka intaasaa lagu labalaabi madarsada hadda hal galaas wadaadka sheegayay sideedaba taxfiid keli meesha kuma socon karto ilmaha maanta hata way yaryihiin konton markay yihiin way yaryihiin madarsaan ka rabna meesha inay 7 galaas aminkan ay joogto iyo xafiiskoodii marka bal inaan ku talageli karno insha allahu tacaala ilaahay baa maaragtay shaqada askale oo qur-aanka askale taxfiidka inaan 3 galaas oo kale loogu dari karo ilaa 7 galaas la gaarsiin karo in niyada meesha ay tagto maalinkan maalintiisaad ilaahay nabad u gaarsiiyey markaan iskugu imaana xafladan aan dhahno hooshi way noo hirgashay laakiin haddaan iskugu imaanayo oo sida u fadhido waa rafaad waaye dadka cabsamad waa isgaranaynaa ha shaqeeyaan dhaqaale iyagoo ha raadiyaan dadkan kale ee maaragtay wasiiradaena way joogaan
وزير كان ولي واجوا دولتنا وشقينا إسا ولي ما ركتاي لقالها وسكن صعدا سينا حالنا يا باسون كان مركان كبحنا بإني وحكي لو نوسو بودو سين لا كرجيني نو مركا جلاسي هاس أنا كرجيني نادتك دولت دا ما ذا حدا ماشي نجوبو هذا دولت دا وخجرة يدد ما ركتاي حقا سوري داق وانا سؤال هذا أنت هرتين أنا كنت ده لو جلاسي هرتان اسمه سؤال هذا إذا ما أنت ماشين كله بكون بدو عشان دوناي ما بلوه كاي معايا وبقولي كنتن حتى إبراهيم عيسى هذا وسائر له إنه دي بكرام ملين لكن هدي وليه هو وين يمكت سؤال ما أنت ماشين ما بلوه قلبناي أما سوري ده هلا دي مكت لكن جلاسيا دي بعدين نقولي يعني مكت أنا دين تنا وش غير نارمنا إني أنا إذا دعينينا نقول بوحد دوني أو خير الله يسيب معايا له أفرج تمنك بقول كم حالي وحلو آخرني وحلو آخر يلا وين نار موتة وأنا النور هشوي الله نور السماوات والأرض مثل نوري وين مرك ولا لي جرب شيخ حسين خانة وأسار أنا سود وين إن شاء الله أو سجل علماء بلام بلا يو شامن ويا هاي مرك وسوق وجبين دون إن شاء الله شيخ حسين خانة فلت فضل مشكور مجورة بسم الله الرحمن الرحيم ندور البعث مهد إلهي يا مدن سبحانه وتعالى إلهي مجن ما تنكينا يا مهد مدن سبحانه وتعالى والحو وأنا أنا مسلو هلا مسلو ما جي خير بكون جرناي هل حشوضو أولا عليال مهد إلهي يا مدن سبحانه وتعالى إرهي عسام مد أغمى كبحسين أغمى إلهي هنقى بحيونا قرنبو بل أمين هم دعسينا أمين دها أبارت الله هنقى بحيو أبارت الله هنقى بحيو أبارت الله أن الله نجد حيو بيجي بروقة على الله نصيو بس إجا إجا حلا حلا عمسو إنت أكدم بيدو على أكدم بيدو على الله وأقبلي حماد ما تقرأ مع ما تروس وختمي على أقبل وي إنت أكدم ب أنا بحن الله اللي لا بقرأ قرأ وراء عبد سمدوي قرأ المحاوية قرأ الدورة كسرعت أما كسر جيران أما هذا كسر عدان هي عصام دخان لي هي أرض فرحة وعترت عن قلي سقال إيه تمن تحبيت سقال إيه تمن تحبيت بعترت عن كوا قلي بلن بلع إنك على موسو قادم دي إنك على موسو قادم أون ما هيابو أون ما هذا نيم هيابو حكوا أون بحدان كتاب إلهي سافرت وقاعد أبعتني هسي يأكل نبي حنا نبي كتاب الله كما نبي كان قبصلا أقوى حد بحين كرا كنا أن قبصنا بس ولا دولة ولا أحد بحين كرو كان قبصلا أنت عندك هني شيء مدك رح نحوش شيء وشيء هيا نمك دولة كوس جيران يمد هذا سعد سيد أمانة صو توادي سيد أمانة صو وقتها يا لجاري خلينا بكوس جانكم هذا كوس زعدان كي هذا كوس جري وحال لي هاي خير كأو ودها جوجين إلى يدكتين أشقة تحفيدا أنت أبديين تحفيدا حواس أبديين خرج هذا تاجن هل بع أنا كتوس أرجنا إلا أسكت بقول أنا لا تجي ولا شقيا يصير يروي خير لاسي وزير عسى أصلا وحنا كأصلا لنا والبريء له يديره هو حاول يبجد يقول إسبانيا جوناي أنا كده ينوم ماتين وروح هذا حلو بعدين مستحيل هذا لو بعدين ما جاء دللي روس تبغى ما لو بعدين كتاب غرام لو بعدين ما قرأوا ليها خير وناج نكربو أكيد حم وغضو تحفيدا سعودان مد يقول ترى محاوي مسابقة هذا دعدي برا ملا كده دعدي وحكم بحدي دقاله إلا هل من الزيادة بحدا هكذا هذا يكون سجران كمان هذا يكون سعودان هي كجوري هذا يكون سجري يبي هذا يكون سعودا بو هذا دو من سعودا بو ترتان كان مهر الدونه شعبان كسرودع وان قياس دولنا هتصوص عطاء شعبان تعاقيد لطيف نكيل هيسيبو
نم إلهي سين دراون يا لقاوين ترتنك يا لقاوين ما حرس الروس ودون تاني حرس قديم تلوح وجهه حرس عسكبي هو تعدي عدى ما لهي عنا هاللهي شيخنا وأوجي عبد الحمد ورير ونرشق يا إيش عدها بدوني استاق هكذا شق باكو إيش عبد الله استاق إيش حسن حمود إيش غنوح waxaan u baray sanaa diinta baray laba nooc way qof kale iskuul wax ay sii iskuul oo lagu baabayo lagu hooyayo oo lagu khasaare in baa ku halaawday day dhaftay mooday in iskuul laga helo iskuul ku halaabeen saaqadana iskuul ma bixiyee samada ku maataabo sheekada joogan anaana fasirmeen oo fasirmeerid qoma tii uduun saaqad inta ku maataa nami ku xubar yeestaan tahfiidiyah wirka duqalka noo akhrinahay si kor kor u socon laha si heer u sii gaar laha haddii dugsiga loo dugsiga daxfid kale aan loo hirin yoola tartami tartami ilaahay hadda xusuu keenay 19 dugsi daxfid hadda waxaan ilaahay diir tan soo socoto bisha bisha ilaahay na gaarsiye ana soo keeno 30 daxfid intii hadda waxaan u qosan haya qabtaan calaantan nanoo لكن هناك نوعي قلت له جري اتكو حاليا بيني شعبدا عمري شيخ انا عسي انا يا شعبدا انا ما شاء الله انا كابتن عبد الله وانا ودين الله وكتاب الله حمار سنه دوك يا مو ان لسي دوك دك 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 يا مو ان انت انا كفته بغيت هي وني ما وحد لي كي سو غلو كي دك جرو دين الله هل حوجي تسان كوغل سين الدنيا خربو عفوا نيغا هذا السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تدرى وحا سو دوين شيخ عمر حريد وحا ادي ادو عسرنا علماء ان وقتي سو غابيان سو شيخ عمر حريد فليتفضل مشكور ان شاء الله تك سوري دقه وحم بلا ان حوغا حق ودا واحد جراي اسك عفينا ما انت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد dhamaan waan salaamayaa akhyaarta dadka deegaanka iyo dadka korka imaade assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh si gooni waxaan hadana u sii salaamayaa macallinka tahfiidka macallin maxamed yunus macallin yunus man waqaanay runtii nin dadaal badan way meeshan juhud badan baa gashay xagga waalidiinta haday noqoto iyo xagga macallinka waxa ii muuqata ardayda in waqtiga lagu faa'iideeyay waxa ii muuqatay tahfiidkan in ikhlaas laga ahaa dir ilaahay laga ahaa ree cabsamad yaa ii muuqatay waxa ii muuqatay meeshan in ilmaha aan keenno oo gaarsiintan ka soo wadno meeshan aan keenno tahfiidkan si ay quraanka noogu bartaan waxa ii muuqatay magaalada oo waqti dheer waqti dhow la aasaasay say u hormartay waxaan dhilahaa arimi biyaha laga hadlay dhaqaalaha magaalada uu galay wayna ka muuqataa macal tahfiidka marka mana ahayn inta kaga hadashiin waa arin khaas weeyta وحاوي نحمد وحاوي ترى فعل كحوق يبسم ماضي ومضارع عمر تا وماضي واحد تجاوي مرضى بني على جهدين مركة وحد أكتي ندتك القرآن كبرت وأهل الله وأهل كإلهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حكيري ندتك إلهي وحولي هي أهل مركة سيا صحابة ويدين وأهل كإلهي واقوى مركة سيد النبي عليه الصلاة والسلام حكيري وأهل القرآن ك وأهل الله وخاصته وإلهي أهل كيسة وإلهي كوجونيقة إلهي نوكوير سورة البقرة بلوغة ألف لام ميم ذلك الكتاب قرآن كمركو التلمام إلهي وحوير ذلك كا إساقع ودرجة ديس إفوقتها أياء الكتاب وكتاب كامل قرآن كا درجة ديس آد أفوق معناها كجراء آد أفوق وحاوي أن قرآن شرف ورنبا كو إذن ولماذا وحيدها أن اسم إشارها مرها دي لام البعد لغو درا يوكاف الخطاب درجة فوق بو التلمام ذلك قرآن كودوي هاي لكن إلهي وحفق بكو تلمامي حقا بلا غذا وحيليين فقان شاس وامحي وينك قرآن كي قيمة أوليه إلهي وحير كاسا كتابا أو كتاب كامل أو رما يسترن فوائد أوليهنا إلهي سبحانه وتعالى وشيغي مرك هذا الكوان صوت قابيني وحان إذن ليه هاي ريا عب سمد وان مهسن تيم بقول كيو بقول المهنة إن شاء الله تعالى وان صوت حرين دونا وقارس بان كيني دونا تحفيد كينا أو لبسان رسان لمبوان أيو قادم حوها balanbala culimadu waxay dhigi jireen waxa barashada laba daal bay u dhaxeysa labada daal waxa bay duco iyo dadaal labada waa isku darteen waxaan filay macallinka inaa ka duceysteen kana si duceysta si wada dadaal badanna waa diibteen iyo maskax badan
kuwada quraanka idin leeyahay waana mahasan tihiin boqolkii wa boqol taxfiidka furqaan baa la dhahay waxba ii muuqday markaa taxfiid xaq iyo baadirka lagu kala geeyni oo xaq soo saar inuu yahay tuulada waxa la dhahay Cabdisamad marka Asamad markii la fasiro waxa way luqad carabiga ilaahi galoola qasto baahidaado dhanbo baahi ilaahin baa bixin kara ilaahi baahidaado dhanbo bixin karo marka baahi quraan maadaama Cabdisamad ah tireen ilaahi wuu idin ka bixiyay marka anagana waa idin ku deynayna waxa idin leenahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazaakallahu khayr jazaad raxan soo dhawayna Sheikh Cabdisamad wane fadlan tafadhal mashkuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إله بامهد إسكالي أولا وآخرا بعد ذلك تدك عن ماشي سكوكو مع ذي مسلمين تا وتدك الديغان كي كمديهين تقيتي دودا هوين كودا أردادا شرفت بضان أيغانا quraanka ilaahi baranayaan dadka socodaya korka imaaday culumi iyo qeyrkeed bay khiyaar iyo madaxbo aad baad u mahadsantiin barakallahu fiikum macallimiinta madrasada ayagana soo wadeen dugsiga oo uu anaha uu ka yahay musammi mashaq yunus idinkana waxaan leeyahay wa mahadsantiin barakallahu fiikum waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri quraanka dadka yaqaanay xufaade qiyaamada markii la gaaro waxa la dhigi iqra waratil wartaqi quraanka akhri si tartiib oo qurux badan oo isku dhaxdareynina u akhri darajada jannada darajadeedana soco oo fuul meesha ayadu u dambe ku dhamaato ee darajadana ku dhamaane quraanka waa midka ilaahay ummada ugu dambi dhaafo waa midka ilaahay ummada uu jannada ku geeyo وامد الله سبحانه وتعالى جنة دي سلوغو هيلو لوغا بدباد عرض الله عقابت الله سبحانه وتعالى انت هورتا انسلوغا انو برسادن اما حفلت دان وحفل او قرآن لوغو تلقالي وحينا كرد عيسا مسايد كده حديث داد كان انا يركل اوغادان حقوق ده لكاللي هاي ويفي عانت حقوق با لكاللي الدون كو حسكو قاسن مجرو xafladan maalin baan nin madax waxaan isku maana meel aroos ninkaah kuwa aha hadleen caba waxaa idinka iska aamus meeshan waxaa yiri arooskan barsadan arooska waxaa iska leeyahay culumada haday raaway ka kicbaan ku yiri marka idinka waa kala carareysay waxba ninka xasan kartaan ninka waxa uu yiri waa rumbo idinka iska leeyahay idinka maanta tabaniya hadda marka xafladan waxaa in looga dambeeyaa culumada waa quraanka kariimka waa musaabaqada cartu soo galeen ayaga diinta yaqaan ayaga ogaanayaan xaruurta waxay bateen waxa kale dadka kale markii xiyaartana waa xiyaarta ka soo qayb galeen mushaarkiinta ayagana waxa weynu walbana khayrkiisu la iman insha Allah taala marka wax isku dhaafakeysan oo la isdhex hordi ma jiro saas idan nafteda weyn yar kale ogaano way fiicanta aad bay u fiicanta taayade waxa way iqwaanay taxfiidka Cabdisamad la wasan u dhisna maalintii la furay geedka abaqan yar baan ku furnay waxaan labadan wasiir Ciisayn way joogeen Ciisay yar oo kaahin Ciise ooyo halkan aan wada fadhino u joogeen waa isla joognay walaalkeenna haddii shaaraysna dib u naga soo biiro hadduu cusub yahay asagana insha Allah taala in mar buu soo ordi imaan moqtahay laakiin labadan nin waxaan u maleeyay shan sano iyo ka badan baan la soconay xagga dacwada iyo isla wadnay uun walaalkeen Ciise ooyo khair Allah siiyo in badan waan sheegan u maleeyin markaan furaynay taxfiidka ku yaala meesha la yiraahdo Shimirey maal horna waan sheegan u maleeyin anagoo intaan dadkii qoranay caruurtii la qoray sodon caanug meel sidan oo kale u furi rabno waxaana gacanta aanan ku haynin laakiin il adeeg adduunka waa caalamku moqtay hadda caalamka la joogo il adeeg iyo wajiga kinima lagu soconay un intaas ka xoogsanayna yo maalinta noo imaado nala joog markaas uu macallinkaana lacag u qori anaga albaabku waa duno fur intaan aad ku duray noqotay hadana wad arkaysin taxfiidka asaga wabitaali kan maalintii saas oo kale u ahaayo macallinkaana qaadib uu yiri inkastoo aad eegana aad u khayr badan yihiin xoolo badan iyo waxyaabo badan khayr badan uu iska dambeeyo waa seena ka jiray
وعالمي ده تحفيت كويا اللي ماشي اللي يراه هذا اللقو ساسو كان يدنا هيد الله خير هسي نك الله بركيو حولي سنة الله بركيو كله أسرع أسرع حركة دور جورجي سي عدي سي وصري سكار كدورة ولكن يصيروا عمل التوان سرة أنا هذا ما بيكون لودي وصل شقينين سو آخر الشيء إسكوت من بنان صحيحنا بنان دبيش كتردري تحفيت كيس كود مكان فرين وماشي عمل إنه وقت كيت سفر تيد أنا إذا اللي بحلو سفر أذك بنو قلي مرك على بعض أني والله من الدين توسو جرجارين أنا كل سكارة صاحبنا نهاي وعن كوسا حمنين حول ما هو إنك تيجي حول أي نصيحة ما دعوة أنا كتاب كأني كنا لجر بستاغو كا ولا كان هو كا وما أنا ولا كا وما شيءنا هل شيلين هدو كبحيو هل مال هدو كقيب قالوا وشيءنا شيء تبوا أبيتم نكير روا هديدو نكير روا هش أنا معنا هاو قلادو أنا ومشيغينا هبل جيت كانوا نلا فرستي دعوة وتنك قبطي وحنو كبحيي أنت النور الله هنا وانو شيغينا وما تنقدم مثلا وانو شيغينا مع الله قارن كتاب كله إنك واحد طري لا قارن كرو ما قارن أي نبو تارا مركو أوجادة وهاكل مال هوري وادو جدين حالك المسابقة والله شيء أبي سمع الحقيقة تعال لبروانك والله ما يستنى قالوا كان هدور السنين كان ولا كان عيسير وين عيسوي وهدور سنين حتى أنا نقول ما إنه جهد وكبحنا ونفرنا الله إشرافين ما لقاري لها لما قارن لا بد عصنا كور مجال السيد هلا فيري هذا نسيت هلا فيري أنت عصا فاصلة يا إذن كوف فلان وتروح البوغان كرا تعفيد يا ذا وحكي كسب بالأوضان لقوا وحكي كنا بعض المشي اللي يراه كوسوشين كان مشي اللي يراه ذو سكوت أنت عين تقول حسوا تعفيد ما له رم بلا بلا ما بمكتب على الوقت تي مسابقة هذا هي السفر تهارة وح إسكاس ما اسمه أو إسكاه جاي إسكاه قرحان هذا إسكاه صوبسنا هذا مجرو جهدي يا رفاد يا نبات يا لق iya duruf badan baan ku soo marnay arish aad tahay waxaan ka soo lugayni libax lo waxaan garan 8 saac oo maalmo markay ahayd baan ka soo lugayna waa dhunne magrib markay aad aan kala joog anagu taagan ma aragna qaad wada asocodkaan intu ka bax show intaan socono ma soo noqono 6 saac oo habeenni ma saacadan saa u fiiriya markay 10 daqiiqo ka dhimantay 8 saac maalmo soo baxnay يعني قوابات هاس أرجع قليل ذي كم مقال ماشي لجرجرها وحاء ويوم تعود ما نمرين حلقي يا با دتك قارن إني أقول وينين لكن حلقي يا با سفرت أس نجح أن لقطة نجح أن نقول دعائنا دعوائي صعد كاس لب كاس ما لنت قيامة يصلي ما يا با إلهي سبحانه وتعالى ينقراه ورأني تاس هبين كاكشين يا ما لنت تاس دم بيجي نوانده في صلي ما يقبله ينده walla yaa sadmud ma marka intaas ay dacwada loo maray marabna marka meeshi dacwada lagu hayo taxfiidka lagu hayo wax yar oo soo saddex xog jinniga mootu dadka uu dhibi wax yar oo soo soos iyo kama rabna anaga hadda qalbigay xoga marka meeshi fadhiyo xoos badal baa ka dhaca meeshi barsaahan baa ka dhigteen barsaamo meesh kala fahma waxaan kitaabkan muxuu yahay kitaabka ilaahay ma oo barso wixii xaq isku waydiin isku waydiya wax banaa isku waydiin isku waydiya masajidka culimada ha looga dambeeyo dacwada culimada ha looga dambeeyo ayaga haydiin yaraan si walaalima ah oo ehelima ah oo dacwadan kuwada wadayna kuwada wada jirnaa kuwada wadno ana ka dayna wixii kale aniga kelimada u dambeeyay ku soo gaagabay halka aan ku dheereeyo afwan meeshii la halago iyo inta u dhaxayso hada idin sheegay lago iskot tahfiidada ku yaalan soonka waxaan qabannaa anaga jamacadda quraan jamacadda ilaahay gaaris county ka dhisan waxaan qabannaa musaabaqa saddex hore shawaal ama shan hore shawaal baan qabannaa ardaydan intaas oo dugsi ah way ka soo qayb galaan ramadaan mid gaaris baan sheegi mid gaaris anaga jamacadda quraan midaynaan ma gaarke meeshaas aan ku qabannaa ardayda county oo dhan gaaris waxa ka soo qayb gali karo dhama ka soo qayb galaan ardaydan hadda intan ku sheegay aan ku tilmaamay sanad walba ama dugsi ama labo ama saddex waxba ka imaado meeshaasna anaga u joogno oo hawlheeda ka hagaajinna aniga hadii aan la hadlayo waa in sheegay wax badan waan sheegay waxaan u sheegay waxa weeye dadkan waxaan rabaa inay si jecelaadaan oo ismaabqada aadaanba ay ka harinbo
سند كوربو وحام بحيا كونتون كون جيب كيان كبحيا إنا مسابقة عرطة أي قلان سابطوض إنا داد كان باديها اللغي ما كلاكينا عرطة اللاغ لغا قادن نين أنك قادن مجراد دا أمو يدستو ماذا حنا سيوح لغا قادن وبابا قاني وابلغي في عيان ومالين ما أهدو روح كلمة جيب كي وما كبحيا سفرتنا بقول بالرأينا بحيو أول كنا سامعين سفرتنا بقول أنا نبحث عن كوب حيد الله يراد نن أنا أتجي وح يصير هنا مجرت ما بدها هيبة إلى هيبة يجيب بعد ثمان سنة يوم كنت نبحث عن سام ترى نو نبحث بقولك وح أنا أبحث وح عاوي أنا ما هو جور جينا ما هو دنا ما هو وما وتحفيدا إسكت كسر بلاو إلا بس كسر بلاو لقى إلا إسكت تحفيد والباس كده ماشى أنا كقريب جرا لعكت أنا نبحث حتى دقيق قريب جرا ونبحث سيد هوشة حبنت هاي مجرت marka waxa weeye idinka waxa la idin ka rabaa oo hada dugsiyalka laba dugsiyada waan haya kuwa kalena waa suugaa dulaha yiraado idinka waxa arma midaaneed ogaataan oo ku baraarugsanaataan dadka waxa la iska moodo aan u maleeyin taxfiidan la waday iyo waxan la iska wado inay iska tahaba la moodo aan u maleeyin wax iska yar uu dad laga soo tuuray uu maaya anaga raasumaalkaana ka culuma ahaan raasumaal wax la soo ma jiro biil amaanta untay xoolo bangal lagto raasumaal soo ma kala jiraan حقيقه الله هو وحاوي انغ رسومال كان وا دينتن يا كتاب القران رسومال كلام ما قبنوا وكان رسومال كان وحارا مركن مدخدن خير لا نسيه شيلينغ مكا بخصنا انا وبخنينا وداد با بخيل با مقشين مكتو حاكم ما جرو واخ كجرا ماله وا اذن كورينا وليبو اذنك مال واخ لا بخنوا دعوه دارتي نوغو يار ور دعوه مشل كالينا دح وان بخنينا انغ هدول يراد وحارمنا مرك اني مدرسه وا با لا هادلي دسيده halka qodob baan ku dari lahaa taxfiidiyada meesha dadsiino kala u dhisan hadii qolka loogu daro waa ilaahay maadi waa khair waana u baahanahay taxfiid walba adduunka ma tahay waxa la jadwaleeyay 10 sano konton sano somo boqol sano la jadwaleeyay wala dhig inta aad markii sanadka 10 ka la gaarinta intaas la qaban 20 ka markii la gaar intaas la qaban konton solaman dhaho waxa way adduunka duuga doomin xisaalole in ba gaari waana jadwal lagu socon karo ani waxaan dhila law isha ciiso arisha ciisa aan dhahay ya walaalkeen maxamed been arays asana qeyr allah ku siiye inta meesha joogteen aad niman kale soo rida qabaan oo jiraan ma u tahay ool waxaan la jiray sabani aw ah barakallahu fi khair allah ku siiye nala ma soo qayb galin laakiin wiilku ma arkin imow waxaan bal la jiray awl console bal la jiray hata ma isu fool xumaabo marka aragto xayro duqayb uu banaan jiray oo ari laga soo qabtay oo حتى من شهر ما يقعدن جيران بان مقل أنا وحان مقل حتى من شهر كذا كلا كثير من جيران مقل بين روح الله عالم حتى ما يقرح بدن تلبحي ولا يري MCL يري ما يأكل وجر كي كلنا أسمبل وحصل لبحي يا محشوا الله دي حد فيري باش الواق مري هذي وأكرو كع وحامل يرين كان شهادة وذيننا لما يلاي ده صح ويا مدة ويكون صحنت دولة دبو maanin mushaar kisa qaadan karin baruux kale xuso qaadi tii waa laga raystay rag yar oo ma sha Allah wax xristay oo xafiis ingeli oo kan geli wax soo dafan haa dad waxu keenay asaga bal xogaa yar dafanaayo yaa baad la helay markaa aad ba u mahsantihiin nima waa la saafiyo hadalka in badan bay culimada yiraahdeen waa la saafiyo oo raafitaanka ni hebel kiilin la yiraahdo dan uma hadan bu ku yar saafino dan adiga aad shakhsiyaad ahayn ruuxa ugu culoobin adduunka hadda wuxuu ku dhumayaa dan aan adiga taadahayn baad shakhsi dantii baad ruux islaam ugu culoobi adoo col qabto jirrana laga yaabo inaa ku dhumato war waxa kuma filno marka waxa weeye qwaan insha Allah ta'ala ilaahay aan ka cabsano tacfiidadan si wadno kelimada ugu dambe waxa weeye xaruurta quraanka xifdiyaan ama 8 juz xifdiyaan ama 5 juz xifdiyaan ama 20 xifdiyaan ama kaamil quraan oo 3 juz xifdiyaan intan aabe ama hooyo ina maqlay socodkaana ee meesha fadhido iyo inta uu gaari doono Reer Cabdisamadow caruurta geel ha u dirina war caruurta geel ha u dirina wiilki la murag soo qaado waxa la abriin geel loo diro ama ari loo diro maxuu tari hal bacad ugu sawaa aanu markuu quraanka xifdi aad gaars geli madrasada haruwad maad baa ugu sii celin caruurta yaan geel iyo ari iyo loo iyo damer waxba dhaan waxba u dirsana caruurta marka insha Allah ta'ala ehna ka cabsano ana saxfino وهذا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خير جزاك الله سو دوينا الشيخ انغه بالوالد شيخ عبد الرحمن والديره الشيخ سو دو على اله وصحبه ومن والاه ما بعد ارايه ما ذكر
هدان كل شكرنا نعمة وإلهي نسيه ونوز يادين هيا روبا نورد عاي هدان كل شكرنا ونوز يادين عبرشان هلاي هدان كل شكرنا ونوز يادين عافيمات بان هلاي هدان كل شكرنا ونوز يادين مدحني بالله هلاي هدان كل شكرنا إلهي ونوز يادين إلهي وكال الأين شكرتم لازيدنكم هدان كل شكرسان الله وإني زيادين هيا وحفلة قروح بضن هاد أقيم بضن مر والبر ويسيق روح صنانسا سيدي مركه هرايا هاد مانتي لفرايا ودوغيدين يا مانتا قروح ذا كموقت حالو هالي إلهي فضلك سبحانه وتعالى يا شكري هاد كشكري سين هادان سي شكري لنا وحاضرك دونتان قروح ذا كسي درتي إن شاء الله تعالى والله ليال أنا قاعد وحينوتا النصيب إن عن كسوة قيب قال الله فرقة نو كلمات محايا لي كي ما هذه مقالة قارسة دن تيس بوي ما هذه أما إلهي كوس ودمي دافا أما رحمة إلهي هشا أما السماد لقى أقبلا أما ما أنت وكلا كوش في عدا نقول بدن تيس بوي ما هذه سوسامة تعرف فهم إلهي وحوله ونكتب ما قدموا وآثاره وحنقرينا وحي هرمر سدانيو رات كودي رات كجاريجا انسعني يا وحي أظهر مرستار وخيرا إلهي ونوزي يدنا سبحانه وتعالى ونقرأ ماشان أوقاف بكم مقت مسجد كان وبيت الله ووقف قريها سنة وما قراك لو قبرت ووقف انت ما انت قوة نول اي نولي هين كري على شيء ما هي مركي دينتان وانت اصوى سنة اسي مودين ايا حتى لغا شاكيني شيء جدا انك ان شيء اننا وحيكا دقانتا هاي مقراتي بان هاي إلهي أوليه سبحانه وتعالى مع النبي وحير أنتم شهداء الله في الأرض مرخراتي إلهي أرضاتين مسلمين تقف كيسكون راعان وأهل خير وناك بناسمي خير بوهيري قف كي اللي إلهي هبل شر يا حمام بلوية قاننا أهل شر واي تطبع دنتي أو حسي أسجرين تطبع دنتي إلى مانت الله حسايا وناك قدل الشيغايا لابد أن يمتلك كوكا السفانة يسكوكا البيري أذي كوتا الله أغلب هذا هاي واجب كشريعة دانا والغو ساري ديننا والغو باري نوبا ودادا خير كي ودادا شرطة واتكالا قران أذي كوتا الله وحاكا لولا ليال تولدن عبد سمت ونسيب بضانت مكان سالينا هاينا حقو غالبا نهايو ميربضا أمبان مرأي ميربضا مان مرأي محايا لي نمبا ميلبو كفير يا وناق يا نصيبك وحاد مقلي ساوا ترتن باجرا ترتن كا كبدا عالمي وحصل مدو يا حقا كبير لوضا وكبير لاباني مقالو وكبير لاباني ديفيشن وكبير لابان دقمو وكبير لابان قبل كدبنا هير دولدات كدبنا وحوادي هير دولدها اسكو درسكا كدب روحياري سهير عالمي بقاري سسامة هادا ماشان لبا سنات استنى ديني وقران كي يتوكسي قاعد كاين ستيني استنى الرئيب بعد عاي فاين الكباد اللي مرايا استنى الرئيب كي وحيكب اللابتي عرورتان هادا مثلا بلانبلا هالكا نهترتن كلاقا قاضي ايو جيب عالك الرئيبي انتي صواب بحدي يو حالك جاية بلانبلا بلان بلا بي لا ترتبين سغاريه توان دوكسي بي ترتن لغلين سغاريه توان كي دوكسي انتي صواب بحضي بها دانا لقادي وحالا جيني غارسا غارس انتي كصواب بحضا وحالا جيني نيروبي است افريكو نمبا ترتبين دونتا نيروبي على سكو تاك دونا انتي نيروبي كصواب بحضا وحي تاك ايان دبي ايا كويت ايا سعودية ترتك عالمي ادونك تاك ايان موح سالنبا ايا هالك كبير لابا تفير ايا ماشي سي مارس ترتقرت هالكاس وقصعدها يفهمه وده اللي قاله شيء عبد الله بدنا نركب شيء كينا يقولها كنت نكون بعد سنة ضرب بحياة هذا أنا بقول بيقول سي مريسها ما حكده عن تولي مون فافاين شقة وحكده عن تايب بلامبلا سب كونتيو إذل بوح السارية سجى كونا وحول السارية هين سب كونتيا هكلا جارس كونتي نينك استوى على قربا إنه شير لقاله ترتقى وجود جارس رقده يدونه سوى وقع بقران كوحد ومتلاي إنه وحلاقي معاذو ميشا وحقيه أساقو مركب بلانبالا متلا يا سبكونتي كيدا
ayuu lacagta la geeyay wuxuu leeyahay waxa la la wixii balan bala subcounty ana masuulka waxoodan ana ka bixiye fiiskoodi tartanka loo ogolaado sidaas harta loo ogolanaya ninka shaqo ma inay qabtay masariima qaban midiga u dirsaday ayaa oo mar dirsay inuu dirsanin haddana inaad fahantay arad carurta meesha geysaan oo uu sheegay taasna waa midaas ee bloogaada mid kale dad culumadoodi iyo waalidiintoodi iyo ardadoodi iyo madaxdoodi ay isku duuban yihiin dadkaasi waa nicmo weyn oo Ilaahay siiyay horto Ilaahay inaan ku shukrino aana Ilaahay ka barino inuu noo sii daaimiyo intaas samaysana maanta maanta maxaa haysanaa culumo iyo madax arda iyo waalid macallinkooda wax baraya intaas isku duuban samaysano ya intaas isku duuban xagga leela lama helo lama helo marka intaas aan haysanaa bar Ilaahay ku shukrino subxaana wa taala midda kale aan u duceyno dadka madaxda ah in Ilaahay khayrka waafajiyo maxaa yeelay waxa salafka laga sheegay rag kamida Axmed bin Hanbal imaamka dhii jiray iyo rag kale oo aaymada kamida qaado ciyaad waa la sheegay ninka dhii Fadeel bin Ciyaad waa la sheegay waxay dhahayaan hadii duco mustajaaba ah hadaan leeyahay oo la ii sheego loo yiraahdo hal duco laga aqbali baad leedahay Ilaahay ku bari madaxda u duceyn lahaa biiri maxaa ka wada madaxda haday fiicnaato dadko dhan baa fiicnaan mujtamaco dhan baa hagaagi wadanko dhan baa barwaaqo noqoni diin iyo dunyada kor baa loo soconi madaxda laakiin haday halowdo maxaa dhici burbur baa dhacaya iyo dhibaato dhacaysa madaxda aan u duceyn waligeen nin madax ayaa la habaarin nin madaxa chiefna Allah ka dhigay sub chiefna Allah ka dhigay nin madaxa halis kaga duceeyo ducadaas hadaa tiraada inkaar qabihi inkaartaadu kula soo aad hadhow inkaartaadu kula soo aad meel kale laadi maay geedaha laadi maay inkaartaadu aad ku habaartay ku dhacday habaarka asaga aha meel kale laadi maay adu kula soo aadi soo saama marka waxa weeyaan ka dhacdayo kugu dhacday bay noqonaysa taas waa guwaabada Riic Cabsamadow Allahayna barakeeyo hadal dheer inaan sheegno waqtigeedan ogoleyn xafaladkan noocan oo kala aad bay u socdaan maalmahan subaxa saaka laba xaflad oo kala soo maray aniga oo sidan oo kala quraan lagu maamusaayo oo lagu dabaaldegayo oo loo hambalyeynayo ardadii oo lagu garab istaagayo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardadii dhirigelin waay ilmaha yarka markii la arko madaxdii oo socoto u arko culimada oo socoto u arko odayaashii oo socoto markuu arko ilmihii muxuu dhii wallahi wax weyn baa ku daalaysay ilaasay quraan macnihiisa ma yaqaano waxa lagu helana ma yaqaano markuu arko dadkii waaweynaa oo garab buuxinayo garab taagan markaas wuxuu leeyahay wariyaha oo halkaas u maraya ushii yarada li wadaay oo dugsiga aad dalwaay in siir nabaya dhahay maxaa laga rabaa ma halkaas ay maraysaa intaas oo baabuura iyo intaas oo madaxa intaas oo culumaa intaas oo madaxa isku timide waase ujeedada intaa weeyaan inagana ajir baan ka helayo dhirigelintaas iyo weynaynta diinta Ilaahay weynayne Ilaahay ba subxaanahu wa ta'aala na weynaynaya oo kor noo qaadaya marka khayrka aan sii wadno qof walba waxaad ku darsan kartaa ku darso intii wax ku darsatay waad maqleysaan magacyahooda waa la sheegay waxaan leeyahay sheegidaas la sheegay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda waxba inuu ka halaynin oo ina riya iyo ismaqashin mana ka noqonina ay ku un keento un dhirigelin iyo geesin noqosho iyo inay hor u sii socdaan yaan ka yaan oga rajeynayna jazakumullahu khayran Allah barakeeyo Allah barakeeyo madaxdaas culumadaasina Allah barakeeyo macallimiintii qoysha quraan ka soo saartayna Ilaahay ha xifdiyo ha barakeeyo dhamaanteen Allah ina barakeeyo roob iyo nabad Allah na siiyo roob iyo nabad Allah na siiyo muwaafaqo Allah na siiyo quluubteen Allah isku soo dubo bishii Ramadaan kuwii ka faa'iideysa Allah naga dhigo kuwii Ilaahay xoreeya Allah naga dhigo Laylatul Qadarka kuwii waafaqo Allah naga dhigo shar iyo sheydaan Allah naga xijaabo kitaabka Ilaahay korna u qaado kitaabka Ilaahay Ilaahay nagu cuseeyo Ilaahay nagu cuseeyo Ilaahay nagu sharfo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii iscafiya naga dhigo quluubteen Allah isku furo shar dhamaanti Allah naga xijaabo aad baad mahadsantiin sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad jazaa wax sallallahu alayka doktor Cabdiraxmaan Dheere mikrofoonka wax ku wada jira waa lama kala mesh fadhiyaan waxaan ku soo dhaweynay mashruuca Farax Maow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Riic Cabdisamad madrasatul Furqaan xamalaya meshrto meel masjid wa meel aad iyo aad ma artay aan isku maanaanka muslimiinta wa meel sharaf weyn naga mudan
waxaan ku mala ku walaalayumana waa quraanka iyo maartay diinta islaamka ee maxaan rabaa sida noo soo dhaweysan inaan mahad gooni anigu celiyo ee qabanqaabihii ee dadkii maartay meeshan hooshan wade ee macallimiintii aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee martidan culusaa u soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin maanta maxaan malaa boorkaas ka jiftan reer cabdisamed guul weyn waa noo soo hoyseen oo maartay ee balaambala oo dhan baa maartay kaalinta koowaad ka gasheen anay ahaan qaas ahaan maxay ii soo celiseen ee guul weyn hadalka wuu yaryahay maxaan rabaa niman maxaa jirta oo hadda musharaxiin ah oo taagan inaan maartay ku soo wareejiyo oo hal hal daqiiqa ay ku hadlaan ay salaamaan dadkii inay maartay ay joogaan meeshan maxamed diro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبين استعينوا على أمور الدنيا والدين وبعد أنت كدب محمد وقت الصلاة على الجوا وحوايد وقت جاون أرجع يستجاون وحمد اسكال أولا رع عبد سمت يساعد نارت أنوس ودويسين وعكرا محمد اسكال علماء مارتا أرن كان شرف قال سوا قبان قابين أي كان محمد مديهن مشرح مارتا مشان كتا مارتا أم سي هذا كأنا كم الله يسلم وقت asan soo waqti noo soo martay oo noos xusay asan ku maatay inta ka dib hal daqiiqo ma hadli waqti waxa maajin isku maano wax diin ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad quraan xulay inta ansurullaha yansurkum hada martay diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala u gargaartin ilaa inkan wii diin gargaari dad badan baa la xusay oo martay arinta taxfiidkan wax ka qabteen soo bilaabeen heerkan soo gaarsiyeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala martay qalbiga oo ikhlaas leh u galiyo inta kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala u fin mid kale daawadaad ku ciiradin nimankan soo riidaha loo xirxira waxa anaka mudan show ayaka mudan in soo riid loo xiro laakiin maalin loo xiro doona jirta yaa ma naxshuru almuttaqina ila arrahmani wafdan suulay subhanahu wa ta'ala marka maalintaas insha Allah soo riid fiican ila xiro marka intaas ku soo billahi tabaraka salaam alaykum ku soo dhawey mooshimaa ciisa yarow alhamdulillahi rabbil alamin walaali al wahira musa wahira musa ri abd samad wahira musa waan tukanina salaadiga hadalka wax yar dad yar baa soo haray marka inta dul qaata insha Allah markan saa u bognaan tukanina ka kacista badan daay alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du awalan ilahi ba mahad iskale allahi isku kan keenay meeshan saaka nako caafimaad qabno nabad geliyadan haysano saaka waxna didinay jirin wuxuu ilaahay qoray oo nagu irsaaqayna uu nasi Allah saamaad iska la alhamdulillah thumma alhamdulillah tan labaad ree abd samad sanu soo dhaweeyseen noo ixtiraamteen meesha noo sharafteen noo yeerteen inikan aad baad ugu mahadsantiin mahad u weyn waxa iska la culumadii asaastay program kan meelo badan buu ka socday kor bay ka soo bilaabtay isko daanyeere shimbireeyda hore la sameey dhujis iyo dalay bari waxaan soconaa kaashi iyo dhinaca iyo balanbalay way soo dhamaatay xafladu weynayd baa ku xugtay musaabaqadii way dhamaatay sabtida soo dhaafnay waxaan u maleynayaa in ay meelo yar baa soo hareen balanbala sub county oo dhir markii la dhaw lago ilaa iskood waa 23 tahfiid baa hada furan oo tartanka dhaa hor ka qayb gashay kuwa kale oo badan leenkay ku soo jiraan oo hada cusuban oo safarada ma ka qayb gali doonaan muddadii la soo bilaabay hada uu sheekh abdullahi sheegay in bilaabaynay oo 10 sano umar hadii laga joog balanbala kaliya u maleen biriga ayada in la bilaabay madrasada saangur iyo waxay ahaayeen balanbala magaalada bas labada kaliya ay madrasana saaqa marda ku soo korodhay haddana say u socdeen madrasooyinka ay kan ayaga 10 way ku dhaw yihiin tahfiidiyahana 23 bay hada jooga maan u maleen kuwa dhawr ka qayb galeen marka dadaalka oo muddo 10 sano iyo wax ku dhaw la sameeyay waa dadaal aad iyo aad u weyn oo wali la arkin taa waxay ku tusaysaa ummad inay isbedeshay oo ay dacwadii iyo diintii ay qaadatay dadka hoose markii saa loo soo kubcinayna dadka weyn leen waqtigiisa waqtiga markuu sigay uu sii socdo gadaal buu population ka dadweynaha wuxuu u badan yahay qaybta hoose waxay kontan ka yar iyo waxa 40 ka yar hadba sidii loo sii kala daayiri ay dadku u badan yihiin inta kor loo sii socdo dadku u sii yaraan waxa ugu cande dhimashada badan waqtigaas ka soo gaaban accidenta badan marka hadii mar dadkan hoose sida hoos looga soo dhiso muddi lagu gaaro konton sano ummadoodii waxay noqonaysaa ku digeed bacaalmiin sida lagu hirinayo waa sidaas ugaada
meeshii 100 sano lagu gaarana warkeed iska bada marka dadaalka da sheekh uu ka hadlay sheekh Cabdiwahab uu lahaa jadwal in lala imaado way oo 50 sano intan oo shay aan hirgelinno 50 kale intan oo shay aan hirgelin dawladda Kenya waa aragteen iyo dawladda adduunka Kenya hadda waxay qabtaa wax la dhaw vision 2030 soomaan arkin meelaha ku qorqoran projectiga jidadka lagu dhajin vision 2030 Saudi hadda waan ku arkay Makkah iyo Baashi iyo kudi Riyadh ee lagu dhajiyay vision 2030 adduunka dhan buu ka jiraa macnaa 30 sano soo socdo ila 2030 waxaan dhameynayna 2050 meeshii lagu gaaro meeshii aan gaarno way macnaa qof hadda aan dhinto meeshii inay shaqada inay joogsanin oo qof kale uu umaado wax dhisnaa oo tahan oo muddo loogu talagalay marka madrasada nafteeda iyo dacwada shaqadaas oo kale culumada ku wadaan marka Allah idan sharfo ajirkeedana waad leedihin taa culumadan kaga mahad sheeganaaya tan kale wax walba wuxuu leeyahay mira dhal hasha dayrinto dayrtan dayrta kale dhali waxa laga sugaa inay lamaanato culugna dhasho aanana laga helo soo sidaamo ayadana labay noqotay aanana way dhashay marka hadda mira dharki tahfiidkan waa tii hadaan dhageysanayne safarti hore la furay ani wasiirka Ciisa ii yeeray waan imaanay waan joognay dhaartii u horeysay ilaa ilma intaas la haya ee aan furnaday baan joogay maantana maxaan u fadhinaa dhaarta waa rimaygi maantana maxaan u fadhinaa mira dhalki waa caruurtii akhrinayeen marka maxaa taa waxay ku tusaysaa mabdi laga lahaa waa la gaaray marka taas ay idin tusaysaa waana dadaasheen maxaa dadaalkii iska leh ninkii akhrinay ardadi iyo waalidki iyo inta kale hadda aan sheegayo culimada ay sheegayso kor ka soo kalkaleysa wasiirka Ciisa qeyr Allah siiyo wax badan baan iska kaashanay way yartahay in madaxa qoralkaas uu dhisay leeyahay taas uu bilaabay leeyahay taas uu mushaar si leeyahay madaxda way dayn dawladda koran way ka buuxaan dawladdan hoosana way ka buuxaan marka qofka la sheegayo oo aragto waa Ilaahay ba nasiib oga dhigay qof baan la tusayninba asoo wax walba wahay waa laga dadi marka qeyr ka shaqeyn oo aragto Ilaahay ba kula jecladay marka wixii dayna lagu amaano odil oo wanaag ah xaq Ilaahay bay ka ahatay annako waxa ka badan hayno oo soo tabinno waan aragnay annako wax ka yar hayno oo soo tabno wax ka qabanayna waan aragnay marka taa waxay ku tusi waxa la wixii wanaag ah ay aan sameeynay xaq Ilaahay bay ka ahatay wixii naga qaldamayna naftaanada ishay dhaan bay ka ahatay marka Allah samahad iska leh nagu hanuuniyay inaan garab istaagno dacwada marka maanta Cabdi Samad dadaalka aad sameeyseen way naga muuqataa waxa yeelay sheekh Daay Nuux aad buu ni amaanay wuxuu yiri markaan inta imaanay ninkan geel looga baahnay geel buu bixiyay ninka ari looga baahday arig buu bixiyay waxaan dhahnay madrasada la dhisi 300 kun baa la soo dhigay masaajid baa la dhisi 300 kun baa la soo dhigay way yartahay tuulmaansa hayl dadka uu iska yar qarimay sida hore lama aha waa iska yar xool yar laga yaabaa inuu jiro ama meed dadka xisaabka loo istusay neefka wuxuu dhihi shuukan intuu 30 kun galo ya 10 kun bixin lahayd xisaabka loo yar baa ribaadiyaas oo dhaca jibriyaan nin baad arki isneef ar isqori meel aan wax ka aruurin jirnay subaxda soo kun shilin la ordi ukraine wuxuu dhisho orgi 2 kun intuu galo yaad heli lahayd yaad kun shilin soo wadhila aan neefka ay qornaaso ma iga tir kun shilin ho marka arintiina waa arin cajiib ah hadaba neefka geel ah meesha soo istaajisan inig naftiina shaqo weyn baad qabateen marka taa iyada waan idinku sharfayna mar walbana waxaan ballan idin qaadaynaa ina aniga qaas ahaan waan idin garab taagan waxaan doonaynaa maan helno ama aan helin madax ama halada ma arin shaqadan waa shaqada adduunka nalo keenay ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun waxa cibaado aan ku dhex jirno marka kuma xirna inaad madax tahay kan washmeenke kii wasiir kii cunug yar kii oday waa waajibno nin walba qaybtaada ka qaada ninka hal dhagax soo dhigi karo halka dhagax soo dhigo ninkii bari karo ha bariyo ducada nafteeda waa ajib hadda qalbiga ku qabata caalamka maanta inuu guri kasto caalamkan ku yaalo adduunka waa 8 bilyan dadka ku nool hadii aad divide by 6 dhahdo waa 1 bilyan iyo wax iyo noqon qoys qoys marka la guri lagu soo xaroonayo ilmi lagu soo xaroon hadda qalbiga ku qabsato ducadaada ilaahu kalimada laa ilaaha illa allah muhammadur rasuul guri kasto adduunkan ku yaalo geli ajirkaada meeshaas uu gaaraya qabtaas uu gaaraya ajirkaada amalka wasaa niyad ku qabsato
marka ninka tabar kale aan haynin habeenka ha sujuudo inuu u baryo reer cabdisamed inay ku di kaamil ciidinta ay nin walba u noqoto oo ilmaha u duceeyo waalidka u duceeyo wax dhintay u duceeyo wax noolaha u duceeyo adduunkana ducada ku dara gaaris ku kordhiya kenya ku kordhiya afrika ku kordhi adduunkooda in la marka dambe uu sharax marka ducada ku soo kaba ninka tabar kale ahayn isagana ducada sida qaysto hadii hadday waxaad lahdeen dadkan suuriya loo gelgeliyey hadalka anigu waan yar dhexgel aasiya kada oon badan rabi ku di dhow waan ka sii raasi dhagaxi waqtiga gaabana weli maanta si fiican baan u fakan lahaa meelaha qaarkood hadday too banaanka aan joogo dad baan la hadli lahaa ilaa hadda aad uma hadlay masaayid baan yaan dhex joognaa baasha maanta waa yar qasantay baasha maanta waa yar qasantay toogti mooga ani meel lagu hay waan fahmi waay hadda waxaan arkay wiilal badan oo la soo kicinaya wasiirkan saa dhegta afka ugu saaray kon la ciid baal maxamed baan laadlay maxaa waxaan wiil maxay waa reer ubar waa maxay rawan MCA rawan waxaan leen wareerka wuxuu ka soo bilowday boo wareerka allama ilaa korna kar la ilaa wuxuu ka soo bilowday xididuhu abaarku ka soo gal abaarku leen xididuhu ka kii fiidahan yaan sheegayne la soo xididuhu ka soo bilowday marka nimanka walaalayaal irsaaqda ilaahay baa bixiya kuma xirna siyaasa kali waxaan horto shaqo fiican ma aha ninka garanay anaftay intaan hadda bartanka u galay maan ogaaday igaa si wali si gadgadiso inaad is ilaaliso ma waxaadhi waa shaqo munaafiq runtii cadu haa been baa la rabaa inaad sheegto been waxaa lagu dhihi waxaan haddaad karayn hata ma iska ballan qaadid ballan sootii naloo sheegay liyir ma alam ninkaan ballan ka soo baxayna waa calaamad munaafiq waa midda kaliba haday warka wuu dhammaaday marka horta wiilasha dhallinyarada waxaan leeyahay bahashan yay ku degdegin ninba ninkuu ka yar yahay bahashan waxay ku fiican tahay konton iyo mar hataa inkastoo ninkaa naftiisa qaato makhayr uu gaaro waqtiga inuu masaajid galo u fiican laakiin wax buu kala fahansan yahay wixii ku qaldan iyo wixii ku fiican buu kala ogyahay wixii diintiisa qarribin inuu iska ilaaliya laga yaabaa laakiin markaad nin yar tahay wixii yaroo caawa lagu sheegay hataa ma hurdayst haddaan naku waan yar karno naftay waxoogaa baan yar galgalay labay saddex kooro aw cirka soo dima hadii laata waa iska seexan waa dhisin bugu bari doonaa faraaka qaad laakiin wiilashii yar heel baa saa ku raaca oo hadii lagu dhaho waxa dhihi lahayd shuu aminka maadgaari qaadan lahayd oo raadin lahayd baasha waxaa soo maray kansalaheenna hore aabdi baasha waxaa loo leeyay dadka yar oo marhoona waa sidaa hadalka waan soo gaabine hadalka waan soo gaabine beri geelasha la hore jiray beryahan ega waaweyn waa la baldoosna aad baa loo qodo waxaa arkay owliyo beri hore ciise aad u weyneeyey iyo kuwalba kulley lugta aad ugu dhacdaan baan u malayn laakiin beriga dhinaca ashaway waxaan aad u cabi jirnay ceelash ceelal iyo toog bay qabtaa laakiin intan hadda ega mashay maa inta imaatay geela waa la horaaso soo mo geela markii aan waraabin jirne marka hore hasha hunguriga weyn iyo midda geela kala cuna iyo midda irmaanka ee aad u nugul iyo lasoo daayay darka soo mo sida uun loo wado marka dambe hasho hokole oo nirgaha lagu reebiyo li nirgaha dameeraha iyo didina iyadaha lagu reebo yaa la soo reebi markaasaa hashi iyo nirgaha lasoo raaca inoo darka u dambeeya ay gelayaan marka ree aabay waxaan u sheegayaa maanta hokolihii baa lasoo horay iyo nirgihii balanbala kursiga balanbala waan ka hadlayaa cawdaaq wuxuu yidhi guuleed wuu cabay uu sii joostay sabad uu taagan yahay yaxyo wuu durduurtay muuse tamansan wax ka soo qaatay hashi hokolahayda laga soo sii daayaa liirmaan darka marka waxaan idin weydinaynaa hashi in lasii daayo iyo nirgihii iyo ini geelis intuu sabtay geelis oo maarka markuu cabay intuu sii joosan xaggii uu filaayo uu iska raamsan kan cabay iska fadhiyay ma kii baa lasoo durduuri mise nirgihii hashi oli lahayn baa lasoo sii dayn bal ininka sheekada ayada ya hasha hokol la waraami soo maho annaga hashii hokolaysaanay ha la ogaado midda labayso waxaan kusoo dhammayn sub county baa soo kordhay la yidhaahda saangur sheekadaasoo miina maqlin waxay kasoo bilaaban kaasha iyo lagoobay ku dhammaan ani waxaaban dhihi lahaa hadda heer kuwataadan shimbiriya hataa laamida naga martay moogii cabsamid baa laga dhigi lahaa district heer kuwataada horta cabsamidan baa la keeni lahaa talada ayada haddaan run idiin sheego lillaahi looga hadlo siyaase aan ku jirin waxba aan ku jirin ninkan ciise eba aan ii keene noo keene
بخصوص حان أرجني اللي بويا اللي يروى و وسب كونت اللي قديم شنطة أباق بوداي وعمرسي صعدة نمان كي ملاحظة نوعها وينسكوب دقينين نمبنن نمبغلع يا جد سو ماركن دبي ماركي إصدقالان ويسكو هران سو إصدقالان بيسكو هران لا دبي تجيب على ما هو دبي بعدهم يا دبي حقود اللي دورك حان أرجني نمان كي دبي حقود دورك وأبصره جد كون حاسس ماينا لبعدين عيسى ما ذي حير أرنتنا أيضا عم بلاون أنا كونين أنا كلا تشانين مهلم بي جاري دون تاي مركي نيروبي جارتو ونن كانوا شيء غي نانو شيء غنو أرتو أنكاونت كوميشن أكتر دماينو دي سي أنكتر دماينو بي سي أنكتر صحيح غنو أسيمبلي وحق غي نن كان نومينيتر كزو مرت إم سي مركا وزيرا سو مريني نن كان سعي حسين أسيمبلي على جسوا أبروف غري مركي ماشي متيان كي تكتاي مركي ماشي متيان كي تكتاي يونن كانوا شيء غي جبرنا ويقول لك أنك وين أنت ما حسين كرتاي نجا قبوا حيال هدا الشيء لهين أدنى وحنكار كقد عضي هذا البواح كويلي أنكر كلفته فالآن سونيل واحد دوب في عيا هنا وعلى رأي الله حضرتك قد عضو هدو حين هنا أدجو جسد هذا جع 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 لكن أدنى مهدي هذا مرة ما أقول هي وانكو هرمان علبنو ما أقول وانكو هرمان دقو ما أقول وإسيرة ولي أصاب لا ولي ما يكون في كرك كرمو أدنى غير هذي مو بقير إن شاء الله ما غير زي marka sidaasan u qarinno maslaxadaana u qarinay marku ninkan keenay waanu arwaanta shan seen yeen la nimanku waa is dagaalsan yee baashan meesha dhaxday ku dhiman seen aan qarinno waas faantin soma marka ruux wuxuu keenay waa lagu mahadiya ninka aniga walaalkay arinta ayada mahad baan oga celin haddana ani inig anaki inig waa bulso keen raaciye badiga baashan waxay ku dhamaan ku noo kaashi toog buqraal yaa qana toogaas ay kasoo bilaaban labobay ku dhamaan distriga markii la hel hadal maxay ku xugaa safar dambe kursi MP feeri waxay raal lahaada way ku waxaan soo haray jawaas dibsa si baa arday sana jawaas yalla waxa weeye waa salaad maxamuud abdullahi saad wazir oo kitab quraan ah waxa jaayze ee shahaado wuxuu dar la moosoo qaato waya وزير السلام عليكم او قاصي السلام عليكم باشك 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 وحنا وصل حيا ويقال لما توه هو عباس ادم عبدي عباس ادم عمر ويقال لما توه ياسن قران وحفيدي شهادو قادنايا ما شاء الله قالوا جزاه الله خيرا هاي لا خير تكلم عمر شال المذوبة عمر شال المذوبة كتاب قرآن بوليه كسر شهادة ما له بس ديار هاي هاي عمر شال المذوبة عرض قريب كسر قريب تلام بول لما تو هاي جايس سنة هنا قريب تلام سال قرآن ما سنة هنا قريب كسر قريب سد أفق قريب كوي بيجين قريب تلام بركو يا لام برلا ولا لام سد هذا يا شاء الله وسنة ساقو هاي يوسف آدم عمر يوسف آدم عمر هاي سي وزير كقاب إبراهيم عبد الله أحمد كولا مبقى سورسيني نايا إبراهيم عبد الله أحمد وزير كقادة وعقوه عبد الرزاق عبد الله يقورة عرض أقول لهم بمقوا إياه وأقول لهم بمقوا وقاتن أنا قايب قايبان وقول خسرني عمر مو عبدي عمر مو عبدي عبد الرحمن محمد حسين قايب تلام بركة أقرب بسنة تلا عبد الرحمن أيناس جامع حاجي
لاك بوجي تيفر اوجي ده كومو يا حويا نموني عبد الله محمد دوبو عبد الله محمد دوبو عبد الله محمد دوبو سكت على ده تنتمي ايغو عن قالينا قايبت لما رمضان هيدي مسعود زياد ادم مسعود زياد ادم قايب طلع من روكس يا عمر احمد قوره صار صار يا زي زياد مية عمر احمد قوره يا عمر احمد قوره عمر احمد قوره هلا لو ما راح ما ترى ابو الحجر ادو شقين يا ارضك ما ابو الحجر يا ابراهيم ادم محمد ابراهيم ادم محمد تقدر ابراهيم ادم محمد لما رضي سوديا ما شاء الله كيف ابراهيم قاسم بس نزل مرمبو ابراهيم قاسم بقت ابراهيم قاسم بقت ابراهيم قاسم بقت ابراهيم قاسم بقت كيف خلقت لما رضي هاي كذا وضعنا يا ادم محمد علي لما ركبت قلت انا موت ادم محمد او علي رجله موت ادم محمد علي رجله او علي رجله او علي رجله ما قاعد اقول قلت انا يا عبي ادم محمد عبي ها ادم محمد عبي عارف عبي مس علي وا عبي مين رال هذا يا ما قاعد اقول قلت انا كان مين ادم محمد عبي هي عفوا هي اي مين هاي هاي ودي بكرات يا قال يا اسحاق علي عيسى يا اسحاق علي عيسى ولا مرلو يا اسحاق علي عيسى ويلقى زمو اسحاق علي عيسى يا يسو ما عيسى كقال هاي عبد الله عبد ادم عبد الله عبد ادم يا عبد الله عبد ادم يسو يسو ابراهيم ادم محمد ابراهيم ادم محمد ابراهيم ادم محمد ابراهيم ادم محمد يسا كان يسا ابراهيم ما تطقع موسى ابراهيم ادم ابراهيم ابراهيم ادم محمد يا واد هل ما ابراهيم ادم هيا 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 عفوا حسن عبد الله يرو انا قوي ما انا قرن انا قوي الوقت ايجل ايجل لما تري يجري يا سك 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 حيركم عديكو عم بالله بعين قابض لما رصد حيا قابض لما رصد حيا علي إيل حاجي محمد علي إيل علي إيل حاجي محمد علي ياو علي ياو لما رصد حيا كان قال كيوا لقمان آدم مذوبي علي واك علي علي قاضي شيخ ابراهيم سكاي كاس لقمان ادم مذوبه لقمان ادم مذوبه لقمان ادم مذوبه حسن عبد الله يرى وسنا ما ادري شيخ لقمان ادم مذوبه ما شاء الله لقمان ميه لقمان واك كتاب قاضي جزاك الله خير هاي كان كواي كان كواي حسن عبد الله يرو جزاك الله خير حسن عبد الله يرو يا كلمهشن عبد الرحمن محمود بقت عبد الرحمن محمود بقت عبد الرحمن محمود بقت يا عبد الولي إيل عبد الله عبد الولي إيل عبد الله عبد الولي إيل عبد الله شكرا ديار كانت بجنيه ايزوت عثمان موسى دعس 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 ما شاء الله كيف قال ايشك هاجر هيا وعلي هاجر هيا وعلي هاجر هيا وعلي هاجر هيا ما شاء الله انكم ابون يا
أبشر محمد جدي أبشر محمد جدي عاوز أمية أبشر عاوز أمية أنا أبشر عاوز وين أبشر عاوز 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 عالمه محمد يا كسي ما شاء الله ما كسي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك ما شاء الله قلنا جوائز وولي أعلى بحنين أو تلقل لي المي حكوس قولستين مركا المهاس لابد علوك عبد الرحمن الحرد إيو ويلكي كلا عمر مو وسوستاغان نكلم موكا ودب بيسينا إن شاء الله عبد الرحمن لا كلم بوانك مو لم بوانك الكلا سوقاتين إلا أذن علي أو يحيى يحيى يا عمر مو وسوستاغان وحارا أنا مكا جوائز وذيني إنه بحيا وزير عيسى أيو نمكاس ولا بدأ علوك وإسكول أيهين زوائر كا وإسكول أيهين ها لا بدأ إسكوله وحير لقي سوا هدية وأيجا لو تلاقي أو لو فرحي لايو وامتحان كا لو شيء إسكول جرام وأيجا نسكوله ها ويسكون جيران ها ويسكون ايهين وزوات انت انا بيكو قاتين حقا بيكو سو قادين ايهين وحاكلا او هدية اسينا ان شاء الله او شيخ ابراهيم وحاكلا هدية انبحينا ان شاء الله انا ادنو لغي سيما ربنا معلنكي المها سو ساري اللي سو الدلالي جهد كبهيي يا وحا اوطا لقالي لجنبه مثل قدقة اوطا لقالي جوائز قوني او معلنكو اسكلي هاي محمد يونس حق سو استاك هذه أنا أحب هنا الدكتور عبد الرحمن ورديرة شا عبد الرحمن ورديرة الأخ يونس حق هذا إن شاء الله معلنك أجود بين بصبحي معلنك أمان تلو تلقى لي من قدومه ما شاء الله إلهي كبركة أدى الأفر حسي وحاك له هدي أنسين هنا معلنك كلا أسغل ماشن ديغو هنو عمر هنو أرند أسغل أجود بين بحيي رد رقو إسغرناين رقا أدى أسغرن معلمين توالس قرن سياسيين توالس قرن هين مرقب ما شاء الله نينك عاس أسغنو إلهي أكو بركة رنتي وحاوة معلم وحاوة رنتي معلم جهد بدن وحاد مقالنا قارس يا وحي اسكود يا العقب بدن سيال ودي دي هاي رنتي معلم كعادة لورا سنة رنتي هني شيء يعني مرك وحاك لو قدن بايا جوازي هديد الوحاس كله نينك قاتل لنبوغن أول جا مالك هو كل اللي نكي جوا حاجة جوا شاد الحمد لله هو جوا الأدو ليس المها تحفيد قال جوا مالك ها لسينا أي مالك لسينا أي هديه لسينا المها قال والي يري لكن أسمع حالي دودو حلو بناه شاب دروب شاس ويري مركنة كاسنا عادي ما هو ويل كاسو استاجو صلاة محمد عبد الله هديه ده أم بحنا إنه يكدو أنت المها قال يكدو أي هاي أستاجر راح قولي بوليه هاي وعروت ويلي أنا سين كلي جوا نسكل هديه waxu jira dhaw ma laga doonaa markaas ina soo dhawaado ma sha Allah maxamed yaro waa asagana ya gudunsiina insha Allah salaad salaad mahmud abdullahi ilaahay baan ka bareena maalinka qiyaamadan amaamal mara in loogu yeero ma sha Allah salaad ilaahay barakeeyo laba jeer buu ku noqday musabaqada laba jeer lambar uu soo galay ninkaas waxa u dambeeya adoo weeyso waxa u dambeeya wiilka salaad aabihi dhalay asagana hadii gooni uu tala galay maxamuud abdullahi oo ali asoo istaag asagano kala ziwaadiga qaado maxamuud abdullahi ah wiilka salaad aabihi maxamuud abdullahi runtii ninkaas waqti badan buu huray taxfiidkaas ilaahayna uga bariyeena maalinki qiyaamada amaamal mala in loogu yeero ayadana hadii aan adiga askale ilaahay ku barakeeyo مرك جزاك الله خيرا واحسن الله اليك ما شاء الله اليك بركه مرك حفله انت سنه وخرنت هاي